شوف ابو سيم احنا على صدر دفاع مدني في منطقه مرج مثل ما نكون شايفين منذ الصباح الباكر اليوم طارت منطقه مرج 7 غارات جويه من قبل طيارات اسدي مما ادى الى استشهاد وارتقاء امراه مسنه عمرها 55 سنه استشهدت وعندنا 8 جرحى في منهم حالات حرجه كثير. هذا الدمار الشامل اللي عم يصير يعني الهدنه المزعومه عم يروح شهداء عم يروح عنا اليوم في عنا شهيده عمرها 55 سنه كان سلاحها هي ربطه الخدمه والشهداء الثانيات كانوا امنين ببيوتهم عباره عن نساء واطفال هذا اللي عم يقدموا لنا اياه العسكر الروس عم يقدموا لنا اياه عباره انه هديه هي الهدنه المزعومه